هلا دوام اسير صار له اكثر من ساعه خالص، مو هيك؟ ايه صح. شو هاد؟ مو معقول. لك ما في دليل واحد تخيله؟ دورت بالمستشفى مثل المحققين اليوم، وما خليت دكتور وما سالته. ما تركت مكان بكل المستشفيات تبعي ما دورت فيه، بس فشلت كل محاولاتي. انا برايي انها عم تشتغل مع عصابه كبيره واخذه احتياطاتها، بس ما رح ايأس. يعني شو رح اعمل هلا؟ قليلي بدي افهم، معقوله تقدر تكذب علينا ونحن لهلا مو قدرانين انه نثبت شيء؟ صباح الخير. كأنهم بلشين نهاركم بشوية عصبية. أنا أندر كنترول ورح حدي حالي وانجح. متأكد أنك رح تنجحي. يلا إبراهيم، إذا بعدك ما أكلت شي تعال افطار معنا، لسه هلأ بلشنا بالأكل نحنا. يلا تعال إبراهيم. خالتي فادية وخالتي أمينة راحوا مشوار ورح يطولوا ليرجعوا على البيت، ونحنا يلي عملنا الفطور اليوم. أنت بأمانتنا هلأ إذا بدك يعني. شكرا، صحتين وهنا. أنا وشارلوك رايحين نتمشى شوي. باي باي. صباح الخير، بونجورنو، جود مورنينج، بونس دياس. يا حلو والله اشتقت لك. انا كمان اشتقت لك نوران، تفضلي. شو اخبارك؟ منيح؟ شو ما في حدا عندك مو هيك؟ قلي ليش وحيد اليوم ويائس؟ تفضل. انا هلا جبت لك معي من القهوه يلي بحبها قلبك، اشرب وامشي معي. لوين؟ يا ترى المدير وين لازم يكون برايك؟ طبعاً على رأس عمله بالشركة. إلك يومين غايب، خلص بكفي، انتهى الحزن وهلأ على الشغل فوراً. طيب ماشي، رح بدل تيابي وانزل. يس، بسرعة بليز. حياة، أنت مو ملاحظة أنك ما عم تاكلي بالمرة؟ يلا لشوف كلي، خدي. نوران بعتت لي رسالة، العصفور راجع على العش والطيارة رح تهبط بالمطار، وهلأ بلشت التحضيرات للاستقبال. يلا حضري حالك، استعدي حياة للهجوم. سمعتوا يا بنات؟ شو يعني؟ بدها منك مساعدة أو بتكون هلأ واقع بشي مشكلة وبدها تطالعيها؟ والله الموضوع أهم من هيك الظاهر. لك إيه، هي شيفرة شيفرة، يعني مراد رايح اليوم على الشركة يداوم، وأنا لازم حضر حالي وبسرعة وقت ممكن. هذا اليوم اللي ناطرته من زمان، يوم الهجوم. أنا رايحة. يلا شرفوا. كدي واو، هذا هو أحلى مدير بالكون وأشيك رجل بالعالم. اسمعني منيح مراد، اليوم مو مثل مبارح والحياة بدها تمشي، يعني قصدي الحياة مهمة، وكمان الحياة منعيشها مرة بس، لأنه الحياة فيها كل شي حلو، الحياة عم تقدم لك كل شي لتستمر، لهيك أنت كمان قدم لها، لأنه الحياة ما رح تتكرر مرة تانية، والأهم الحياة فرصة، حاول تستغلها قبل ما تضيع الحياة. طيب إذا خلصتي محاضرتك عن الحياة خلينا نمشي لو سمحتي. أم مراد استنى، الحياة ما بتستنى حدا، عم تفهم علي؟ وأصلاً أنت إلك يومين منطرة لحياة، مو هيك؟ ما فهمت. يعني أنت هلأ رح ترجع وتصلح وضعك اليوم يلي خربته ويلي أهملته، وما بتقدر تتأخر أكتر من هيك على الحياة. يلا قدامي يا حياتي. بحياتي أكتر شي بكرهه هو التأخير. حياة حياة حياة.